تقبيل على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قناة الجزيرة. يقول تونس تتعرض لمؤامرة والجزائر معها، أحب من أحب وكره من كره. كيف اليوم الباحث الجزائري في العلاقات الدولية كان لي تدخل سي محمد أبو الفضل في هنا تونس، يقول لك حديث الرئيس الجزائري ما جاش من فراغ، ما في إطار التعاون الأمني بين تونس والجزائر وما شهدته مؤخرا من ضغوطات مالية ومحاولة لإغراقها حسب ما قال بالأفريقة من جنوب الصحراء، وأن تونس تخوض أكبر نماذج التحول الديمقراطي. سفيان في كلمة، لا مش كل كلمتين فقط، احنا لا نحب نقول كلمتين منك العام ويقولوا فهمتي ولا، والرئيس شدنا في مؤامرة وما مؤامرة، ويعيش في حلمة نعرفش كيف انهي، ويعيش في غيبوبة وشنية المؤامرات وما مؤامرات، ويزونا مال محمد عبو قال بارونيا الروايق والشعبوية ونعرفش شنية هي. هاي اخويا هاي جاتك توك من تبون، هاي برا قول راه شعبوي والراجل يهتري وحده ومريض، وبرا قولها هيا تو بالله بغض النظر على كل شيء. تو بالله تو معناها تو والله اي تو تخرج تقول رئيس مثلا عنده بارانويا، رئيس متوحد، رئيس مهبول، رئيس كذا، فما برشا حاجات بعد رئيس معناها بعد تجي وتبدا والله شيء تي ما هو على الاقل كي ما تحبش النيفو يطيح ما تطيحش النيفو تي ما تي بلي علاش تتوب لهنا، عرفت علاش تعطي روحك الحق باش تتنعت رئيس دوله ولا شخص مهما كان سواء قيس سعيد ولا غيره، تنعته بشتى النعوت الخايبه وبعد تولي كي تصير لك حاجه تولي دموعك تسكسك وفمي ولا وتعي وتجري العباد يا ناس اجروا وجروا وراء صاري. انا بركونتر الحاجه الوحيده اللي ذكرني في تونس وبون الناس كل قالوا مؤامره هي ايطاليا ودرا شنو هو وزير والناس كل تقول مؤامره، انا ذكرتني تونس حالتنا تعرف شنو ذكرتك الفيديو نتاعك الراجل في الكعبه هكا يدعي فلوس 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 احنا تو في مرحله لا مؤامره انا ما عمرنا ما حنا حل سريع يا جماعه بيتعاركوا علينا علينا المؤامره ودي هاد فلوس فلوس حد يخسرك حد يقول لك راه ما عملنا في مؤامره اوكي تكي مؤامره فلوس 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 ولا تحسهم يتعاركوا على تونس كل واحد واش طالب منها هاودي اعطينا الفلوس تفضل المؤامره عمرنا ما حكينا حاجه رسميه الاولاد في ديما لاباس يلا بس شويخ نمشيو لتضحك تخسر لكن نكملوا شويه تصريحات ومواضيع اخرى. شباب نهارين ذوما الحديث على جماعة الانستغرام والمؤثرين والعمرة السبونسوريزي واخرتها البارح الجدل اللي صار على سوسن المصمودي دونك مثلا في ماتينال يافي مع برهان بسعيد صار جدل هل نحكيو فيه موضوع هذية ولا لا بين برهان نجيب ومراد وهكا شنو قالوا الشركات هذية جديدة تقريبا شركة اللي قاعدة أنا محتكرة السوق هذية توا بتاع حسيت الحق ماليها يحبوا الانستغرام زيت أكثر من ربي والعمرة بس الروحانية مرة جايين هزوا أي حاجة في الكذا ما عارفش الأماكن المقدسة مش أماكن التسامي الروحاني مش أماكن التخلص من اللغو من الثرثرة من الخلافات ولا انستغرام في الأخر يعني حتى أختنا سوسن وهذاك اجتهاد الخاص في الواحد البارح انستغرام أي الفولورز متاعي اش تحبوا ندعي قدام مقام سيدنا النبي اش تحبوا معناها كي يشوف مثلا انستغرام زوزة معناها غديكة معناها غديكة في بيت ربي نولي يقول مثلا انا نجي للمراية تقول لها اسمع والله تشوقت لبيت ربي اغزر محليها كل الانستغراموز والله شوقتني نمشي لبيت ربي ونقف على قبر سيدنا وندور على الكعبة يعني بكشي هما فاقوا انه برشا عباد معناها تمشي وتتحفز بهذه بالطريقه هذه ما ذاب فما ربعه سوسن فما ناس تبع كي ترى هي سوسن مشت علاش انا ما نمشيش ايواش فهمني لانه فما شكون يرى سوسن اللي المظهر هذا هو القضاء القضاء والاباده لاخر هكا معطى روحاني معطى صغير اللي هو علاقة الإنسان مع خالقه. مي اون دو ديسكوتي دو سا. سطحنا كل شيء. قاعدين نعملوا اون دو سا. طبعنا انا التو طبعنا مع التفاهم. مراد مراد شنو التفاهم؟ مراد هذا باهي انت. امرأة مؤثرة تمشي العمرة بداها ربي المشكلة. لا 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 هذا رديناها مؤثرة خاطر احنا نحكيو عليها. لا مراد مراد. كان نقاطعوها والله. علاش تقول لي ما حقناش حكينا؟ كان ما حكيناش راه ما تجيكش فرصة باش تبدي هالملاحظة. مراد الزغيد يقول لك يمكن تقاطعوا جماعة الانستغرام ما عادش تحكيوا عليهم ما يلقاو ما يخدموا فما استاتيو اخرى سمير الوافي يقول لك صلعوا العمره كمنتوج يباع ويشترى وعود الاشهار لمنتوجاتهم عن طريق شيوخ الدين وعلماء ومدينين استعانوا برموز الفن والاثاره والبوز والانستغراموز لبيع وتسويق سلعتهم المتمثله في رحلات العمره او الحج وبرشا اراء مختلفه في الموضوع هذا. بلال قل لي ما نعرفش الشوا نتاع
معناها الاجونس اللي تبعث الشركه اللي تبعث للواحد هي بتتر بخاطر مش اول مره ظهر لي صارت قبل مع حنا العش كان من شغال صارت عليها نفس الضجه وكذاب ممكن البروفيل نتاع ساو فهمني ولا اكثر حده من بروفيل تعرفها ساو سفيل ساو 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 ماو ساو نعرفه في المرعب لا ساو ساو المسعودي فهمني ولا ومريم الدباغ ماو ساو ماو يلا موضي عم تعرف حسب انا حسب معروضي قبيله فيديو فهمني ولا تعاركت هي واستغرامر اخر فهمني اي ولو سبين واحد في بيت ربي ولا كنت افتت لي بحق وسعوا بيننا الناس الكل وفي الاخر شوف ايش نقول لك فما حاجتين هما ما تنجمش تلوم زادا زادا بتجمع الاصلاح ما يمكنش فهمني ما نجمش انا نجي نقول شبيها سوس المصمودي ولا اكس ولا زيد ولا ايجريك ولا شاكيرا ولا ما بلي هو شبيها مشيت تعمل في عمره اخي زادا في الاخر بالكشي بتاعي انا ولا ما هيش حكر عليا انا العمره ولا بالكشي بتاعي انا بتربي هذيك بتربي الناس الكل هاني قلت ممكن الاوفر شويه وليت الحكايه فهمت ما تنجم اما انت عندك حق انت كشركه انا اللي شاري خدماتي وكذا اما بتقدر كنت نجم تكون يعني شويه هكا يا ولدي اسمع لي تتكربس فوق طابيه نتاع هندي تطيش روحها في الكياس تطيش روحها من النخله تاكل التراب تاكل الحجر تعوعش تساعدك اي لا يعني في ليه امور هذيك قصوي اي اما ليه هي ولا غيرها اما هذه معناها بالحق كما قال مراد من ارض من يا رسول الله وحج شكون شادك الحج اما ما تبديش تعمل فكره ما تجيش الحكايه يا ولدي ما بليل والله ثم حاجات واحد ما تجيش بيت ربي راهي بيت احنا منفتحين نعمل كل شيء وانت تعرف راهو الحج ركن من اركان الاسلام ساعه لاجونس هذه خويا لا 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 ما تعرفش ليه هو حر هذيك الشركه هذه تخدم على روحها حر مش كيما لا ما فهمتنيش انا قصدك في الشركه نتاع شوف راهو تقولي هكا حر يولي زادك الجريده اللي تعمل كاريكاتير على الرسول عليه الصلاه والسلام زاد حر في نطاق التجاره واللي يحرق في كتاب القران زاد حر في نطاق نعرف لا من ما يعوش المسائل الدينيه هذه مسائل الاماكن هذه نتاع بيت ربي نسالكم سؤال لا لا ما يتسالوش راهو ما نقولوش اسال سفيان وسعدي حبيت نسمع بعضنا شويه شنو اللي بدر منها سوسن باش مثلا تكون مثلا تقول بار اكزومبل ما يجيش اللي تعمل فيه شنو اللي عملته غادي مثلا في فيديو قلت هذه اماكن عباده خلينا وصاحبها ولا انستغرامر اخر ولا شنو انا ما شفتش الفيديو الحقيقه نتاع ربي انا ريت الفيديو اماكن عباده هذيك ما تجيش هذيك انت ماشي تحج انت مثلا على السيجار واللي على كل شيء على السيجار وعلى طريقه كلام على كل شيء كل شيء هذيك هذيك مكان تاع تعبد راه هذيك من عبيد تحج غادي معناها باش تطلب ربي معناها عنده قدسيته وعنده الحرمه نتاعو برا انت معناها برا امشي للمول قراني حجيت مثلا امشي لبلاصه غادي مول مثلا في 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 غادي معناها في شويه هذيك قراني ما خدمش خدمه ضيق مش خدمة سعدي ما تصيحش عمرك ما توصل ما توصلش معلومة ما هيش خدمة كما قلت لك تجي تحرق كتاب القرآن وتعمل واحد تقول هذه خدمة وتجي تكتب دي كاريكاتيرة مع الرسول مش في جريدة هذيك شنو هذا؟ ما تنسوش عاد نميحوا في الحكاية كل شيء نطيحوا له قيد ونطيحوا له قدر يا سفيان ما مشيش مش معقول يا أخرى صلي على النبي لحظة اش دخلها هي ما عندوش علاقة حق القرآن اخي باش نحرق القرآن هي باش تعرف في عمرها انا هذيك في أمثلة انا ما قلتكش هي لا لا استوي لا اللي عملته المجله هذيك غارت يا مش في نطاق التجاره يا ودي ايش دخل لا تستوي المقارنه كيفاش لا تستوي المقارنه جي من ميع مكه انا راني نعمل في سيجار وفي مكه وما نعرف شنو عامل مشوى ملا وبربكه وعامل قاعده غادي خلنا نسالك خلي يولي الشركه تتدخل في الفلوس على حسب انا ضد الشيء هذا هاي فما عبيد تكيف هاي فما هي ممكن خاطر صورت غلط هاي فما عبيد تمشي تكيف ماك خي تمشي يا اخي عبد الانسان يتكيف يمشي يعمل عمره ما يتكيفش يا اخي يتكيف مش خاطر خاطر ما فهمتش بوك عمل عمره هبط يتكيف في حرمه بابا ما هوش انستغرامر بابا ما هوش مش يعمل في برومو ما مشيش عن طريق شركه يعمل في برومو انا فهمتكم انا كيفاش بر برومو لا والله برومو انا فهمت شنو هذا ما انا شو قلت لك انا شو قلت انا قلت لك زاد ما نجمش نجي نقول ما عنديش حق تمشي هذا زاد انا مانيش شد باب مكه انا بالمفتاح عندي باش ما هي المراه كل ما تعمل في شعائر دينيه تمشي على روحها وربي ان شاء الله انت ضد الاكسي نتاع ما مشيتش بحر مالها ما مشيتش بحر مالها هي ما مشيتش بحر مالها وادخل انت في مورديات ندخل فيه نتعامل في هذه حاجه يلا انتهى النقاش الحاجه الثانيه النقطه عندي